سمعنا عن أخبار، سمعنا عن استثمارات في بورصة دولة الكويت، لكن الأغلب لا يعلم كيف يستثمر فيها تحديدا في سوق الكويت. أوراق المالية تسيطر على البعض، بعض الأفكار الصورة النمطية الخاطئة، مثل أن فلان والله دخل البورصة وخسر كل أمواله، أو أن رجل الأعمال الفلاني انتحر بسبب خسارته في بورصة دولة الكويت. هذه الأفكار اللي خلقت انطباع ذهني خاطئ عن بورصة دولة الكويت. شلون نبدي نتداول بأمان بذكاء في بورصة دولة الكويت؟ شلون أبدي أشق طريقي في البورصة؟ هذا اللي راح نعرفه مع ضيفنا من داخل الاستديو، المحلل المالي في سوق الكويت الأوراق المالية، الأستاذ ميثم الشخص. حياك الله أستاذ ميثم وصبحك الله بالخير. لو بنسأل عن سوق الكويت الأوراق المالية الآن، هذه الصورة النمطية الخاطئة لدى البعض أنه والله كل من يدخل السوق خسران، ما فيها شكة يعني. نعم. تربح لك شوي لكن أنت خسران خسران، شلون أبدي أعدلها؟ شلون أبدي أدخل بأسس صحيحة وأبدي أتداول بالسوق باطمئنان؟ نعم، في البداية صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. طبعا أول شيء أشكركم على مثل هالالتفاتة. حقيقة يعني إحنا كنا نسعى دائما عبر لقاءاتنا، عبر حتى إذا كان في هناك دورات نعملها ونحضرها ونرتب لها، أن نزيد من الجرعة الثقافية للمستثمرين. هناك نظرية وهناك واقع. النظرية هي اللي احنا نسعى لها، ان يكون هناك امثلية في التداول، يكون مثال جيد هو الافضل والطريقة الاصح. تمام. ومثل ما تفضلت ان كثير من اتخاذ القرارات العشوائية ادت الى خسارة الكثير من الناس. واحنا لو نسوي مو برنامج، نسوي عدة برامج، راح نزيد من الجرعة الثقافية، نحاول صحيح، لكن ما راح تصل الى الحد اللي هو الافضل. صح. هذه الممارسة عالمية، ليست فقط في البورصة الكويتية، لكن احنا كدور توعوي من جانب الإعلامي نحاول قدر المستطاع ان نسلط الأضواء على الطريق الصح، ونبين حق الناس شلون الطريقة، وهم يختارون حرية طبعا 100%، قرارهم الأول والأخير، الأرباح والخسائر هم يتحملونها، وهم لهم ان شاء الله. نتأمل ان الكل يربح، ولذلك نسعى ان نعلمهم على الطريق الصحيح. الطريق الصحيح الأفضل، لازم الواحد قبل لا يدخل البورصة يتسلح، يكون لأن هي مثل معركة. صح. التداولات لازم، أنا أعتقد أن البورصة ما راح تسكر، مفتوحة إلى ما لا نهاية إن شاء الله. فبالتالي أنا لازم أكون جاهز لمثل هذه المعركة، معي أدواتي التعليمية، معي أدواتي اللي أفهم منها عن طريق التداول، وإلا أروح أحط فلوسي عند مدير محفظة هو عند الأدوات هذه، كل شيء له تكلفة. طبعا الكثير يقول لا والله أنا إذا رحت حق مدير محفظة راح يأخذ مني رسوم عالية، أو إذا حطيت في صندوق الأرباح قليلة. صحيح، لكن المخاطر هني تقل، لأن أنت عطيتها حق واحد يقلل لك من الخسارة قبل أن يزيد لك من الأرباح. وهذه المسألة النمطية اللي موجودة لازم تكون في أذهان المتداولين في أول ما يدخل، يحب يدخل في الاستثمار. معادلة صعبة هذه. صحيح، المسألة ما هي سهلة. احنا طبعا يعني من أعرق الأسواق في المنطقة، من أقدم الأسواق في المنطقة. كثير من المجتمع الكويتي عرف البورصة وعرف الأسهم قبل حقيقة الدول المجاورة، وعند الخبرة على الأقل يفهم بعض الأمور. في مناخ يشهد. نعم. بحكم أن الدولة وزعت مثلا أسهم بنك وربة، أصبح تقريبا كل مواطن، يعني باستثناء طبعا الصغار في العمر اللي ما عطوهم الأسهم، عطوهم حق أولياء أمورهم، كل مواطن عنده رقم تداول، عنده أسهم، أصبح على الأقل تردد مرة إلى البورصة عشان يقدر يبيع، مرة ثانية عشان يستلم الشيك مع اللي باع فيه، أو في ناس طبعا لحد الآن تتملك في الأسهم هذه ما باعت. لذلك بدأت مسألة لازم ان الناس هذه تعرف شلون طريقه التداول، شلون تفتح رقم حساب او شلون تي، ضروره ومساله حتميه. طبعا انا احاول اختصر قدر المستطاع بالتسلسل امشي وياك. صح. نعم. الان دخلت بورصه، في من شاهدنا الان ما دخل يمكن بورصه دولة الكويت، ليش ادخلها؟ شنو احتاجها؟ او اذا قررت ان انا بستثمر بتداول مضاربه ايا كانت نوع الاستثمار، لكن شنو أول خطوة المفروض أسويها؟ صحيح، تحديد الهدف، تحديد الهدف الأساسي. أولاً
مصدر الفلوس اللي انا راح اتداول فيها. اول يعني شيء اساسي وخط احمر لازم الكل يعرفه، انه ما يصير انا استدين اخذ قرض وراح اتداول. هذا من اكبر وان يعني اشنع الاخطاء. او اني والله اروح ابيع بيتي اللي انا مأمن فيه لي ولاسرتي وراح اتداول، لان التداول هو عباره عن تجاره، نوع من انواع التجاره، نوع من انواع الاستثمار، ما هو استثمار مضمون. فلذلك المخاطر تكون عاليه، التكلفه تكون عاليه على حساب امور اخرى. القرض انا اروح اخذ تمويل لاني اشتري اسهم دون معرفه ودون تخطيط، لاني والله انا سمعت بالديوانيه يقولون السهم الفلاني اي والله صعد صعد مره مرتين، هو هذا اللي يجذب. انا سالت فلان يعرف قالوا لي اشتر السهم الفلاني 100% راح يصعد. هذه الاقوال تشجع الناس على انه يدخل السوق بدون وعي، بدون اي اهداف محطوطه. فبالتالي اول خطوه، هل انا مستثمر ام مضارب؟ هذا هدف اساسي. رغبتي في الشراء للحصول على ارباح فوريه ولا ارباح سنويه ولا ارباح فصليه؟ تحديد فتره الاستثمار هذا امر مهم. معرفه الاستثمار، اشتري مثلا، يعني احنا كلنا مرينا في مساله انه والله انا بنشتري سياره، اول شيء نقعد نسال شنو الماكينه، كم سلندر، ومش عارف تفاصيل السلعه لازم اعرفها فنيا، واذا ما اعرف راح اضطر اني اسال اللي اعرف او اني اسال فني. فلذلك هذا الامر ايضا ينطبق على نوعيه الاستثمار اللي انا ابي استثمر. هل انا استثمر في اسهم معينه ولا لا الموضوع متروك؟ بعد هذه طبعا وايد خطوات عشان نوصل الى مرحله يعني تكون متقدمه من عمليه التداول كمضارب او كمستثمر. تمام. لكن اول شيء يعني ردا على واختصر لك على السؤال، احدد وجهتي الاستثماريه مع المقارنه في ادوات استثماريه اخرى. شنو قصدي؟ هل يعني اربح؟ يعني لا يعني أضمن. هل اني اشتري سهم ولا حطه وديعه؟ او اشتري عقار على قدي، شقه صغيره مثلا، او اني انا اروح اشتري بضاعه معينه؟ في هذه كلها ادوات استثماريه، فاقارن. طبعا دائما ليش الاسهم يكون لها حظوه؟ لان هي اسهل طريقه وسهله جدا، وقدامك تشتري وتصعد وتبيع وكذا. ودائما القصص اللي قاعد تسمعها التنظيريه النظريه، انه والله فلان قال والله انا دشيت شريت اليوم سهم ربحت 50 100 دينار 200 500 دينار. هذه الارقام تشجع في منطقه اللاوعي عند الناس انها تدخل البورصه. اكيد يوميا 50 دينار 300 دينار ما هو شيء شوي. صحيح. لكن يقول لك انا مستثمر جديد، وفي عندنا مثل شعبي يقول لك الحيتان راح تاكلك بالبورصه، شنو الحل مع الحيتان استاذ نواف؟ لكن راح اسمع منك الاجابه، لكن بعد فاصل قصير بعد اذنك. فاصل مستمرين معكم. عودة لكم مشاهدينا الكرام، مستمرين بالحديث في كيفية التعامل مع سوق الكويت أوراق المالية بذكاء وبخبرة مع ضيفي مداخل السيد المحلل المالي في سوق الكويت أوراق المالية الأستاذ ميثم الشخص. أستاذ ميثم، قبل فاصل كنت أقول لك صورة نمطية الموجودة، أول كلمة راح يقولوا لك ترى في حيتان كبار، في ناس عندهم باع طويل في هذا المجال، ما راح يخلونك ببساطة أنك تستثمر وتربح وتطلع ربحان، أنت خسران خسران في كل الأحوال. حقيقة يمكن هذا المفهوم الخاطئ لدى الكثيرين، ان هناك مؤامره في السوق، وهذه المؤامره ان انا اذا دشيت راح ياخذون فلوسي وراح يعني يبوقوني ومش عارف ايش، وهذه مو شيء جديد. يعني انا يمكن خبرتي المتواضعه لاكثر من 21 سنه في السوق اسمع هذا الكلام بشكل شبه يومي، لكن لم ارى هذا الموضوع. ليش لم ارى هذا الموضوع؟ لان اولا قرار الشراء وقرار البيع بيد المتداول، مو بيد الكبير ولا الصغير. تمام. هو بنفسه يقدر يشتري ويقدر يبيع، هو بنفسه من قرر أنه يدش على هذا السهم أو ما يشتري يمتنع، هو نفسه من عليه أن يعرف شنو هذا السهم من بيانات مالية، منو يملك، منو أسهم عنده، أسهم حرة يسمونها اللي هي أسهم اللي ممكن يقابل التداول، شنو المخاطر القادمة. كل هذه المواضيع يغفلها ويروح حق أسهل علاق، يعني يسمون يعلق شماعة، يقول انه والله هذا الكبير الحيتان ومش عارف ايش. وهذه طبعا حقيقه غير موجوده في السوق الكويتي، لان السوق احنا بسيط، يعني ما هو سوق فيه تداولات ضخمه وكبيره اللي هي تخفي الكثير من الملامح
في شكل أن والله هناك عصابات تسيطر على هذه التداولات. هذا الكلام واقعي، ما هو مثالي يعني. لا لا، هذا الواقع. نعم، لكن هناك مضارب ممكن شو يسوي؟ يحط له أوامر بأسعار مختلفة، يضع سهم معين أمام المتداولين بأن ممكن عليه طلب كبير، فبالتالي يقومون الناس يروحون يدخلون معاه يشتروا على هالسهم، وهو بنفس الوقت يكون قاعد يبيع. استراتيجية معينة في المضاربة تتم. لكن اسأل أي واحد شراء، هل أنه تم يعني ممارسة الزام إجبارك؟ أنت إجبارك، ما حد أجبرك، ما حد أجبرك، فبالتالي أنت ليش شريت هذا السهم؟ عشان الإشاعة واقتنع، عشان وكالة يقولون هذه خطأ. وهذا اللي احنا قاعد نقوله، أن الناس قاعدين يروحون بحسن النية يتداولون بطريقة خاطئة ويخسرون ويحققون خسارة كبيرة. لذلك أول شيء لازم أعرف، لما يجي يقول لي فلان اشتر السهم الفلاني، مهما كانت ثقتك في هذا الشخص، مهما كانت قرابتك في هذا لهذا الشخص، مهما كانت يعني علاقتك معه، لازم تسأل تعرف السبب. ما في سهم يصعد إلا بسبب أرباح، أو مثلا استحواذ على السهم، أو أن في هناك صفقة معينة راح تتم، أو في الآونة الأخيرة إدراج السهم في مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة مثلا. هذه الأسباب الحقيقية وراء تؤدي لارتفاعه صعود هذا السهم. أما لمجرد أن والله رغبة مستثمر يرفع هذا السهم مع وجود تكتل معين، ما حد ألزمك ولا حد غصبك قال لك روح اشتر دش معاهم، تبي تدش معاهم تحمل الليك. صح. والأخطر من هذا، كان عندنا مشتقات تم إيقافها، المشتقات السابقة بمخاطرها العالية اللي كنا نسميها العقود الآجل والبيع المستقبلية، كانت هذه تحقق خسائر 100%. أما الأسهم أقل مخاطر، ما توصل 100%، إنما أقصى مخاطر لها أن مثلا الشركة بعد الأزمة المالية، قبل الأزمة المالية ما كانت هذه المخاطر موجودة. المخاطر اللي هي أن الشركة مثلا تعلن انسحابها أو شطبها من قبل هيئة أسواق المال، وتعلن أن رأس المال تآكل ووصل إلى 25%، لكن هذا مو بشكل مفاجئ، في تسلسل، في تسلسل، ما في خسارة مفاجئة صارت على أن في السابق كما حدث في الولايات الأمريكية المتحدة، شركة أنرون صحينا الصبح لقيناها مفلسة بسبب تلاعب المدققين الخارجيين والمراقبين الحسابات الخارجيين للشركة. أما إحنا عندنا مسألة المخاطر مسألة أقل حدة، إذا أنا حطيت في بالي. يعني في ناس مثلا من الواقع اللي أنا مريت فيه، أنه يقول لي والله أنا شريت السهم الفلاني يوم كان 3 دنانير، الحين بكم؟ يقول 48 فلس. أنت ليش ما بعت كل هالمدة هذه قاعد ينزل؟ ناطر. ليش ما بعت؟ ليش تحمل الآخرين تقول والله الحيتان قصوا علي؟ ما حد قص عليك، كان عندك فرصة تبيع. أحد قال لك لا تبيع؟ أحد منعك من البيع؟ يقول لك لا، أنا توقعت أنه يرجع. لذلك يمكن كان لي أحد التصريحات لأحد المجلات المتخصصة حطوها بعد عنوان، قلت عشق السهم ممنوع. هذا اللي قاعد يصير مع الكثير من الناس، يعشق السهم بس ما يبيعه، يتشلب خلاص، انت تحمل اللي يقعد. كم المبلغ اللي اقدر ابلش فيه استثماري بالبورصه اليوم؟ مع النظام الجديد في 2012 لغينا شيء اسمه، او تم الغاء شيء اسمه سوق الكسور، فصار عندك انت تقدر تشتري من 100 دينار واكثر. لكن كل ما زاد المبلغ كل ما صار العائد يبين اوضح. بمعنى تخيل انت ربحك 10 دنانير، لكن العشر دنانير من 100 دينار نسبه عاليه 10%، العشر دنانير من 1000 1%. فشوف النسبة تختلف. لذلك الأرباح تعتمد على رأس المال اللي انت تقدر تخليه، لكن عشان تبين معاك الأرباح لازم يزيد المبلغ بشكل ملائم. الأفضل عملية توزيع استثماري شلون؟ طبعا يعني أنا ما أفضل مبالغ صغيرة أن أنا أتداول فيها بالأسهم، لأن العمولات عالية على المبالغ الصغيرة، فتروح كلها على العمولة، تعتبر العمولة عالية، فبالتالي أنت بعض الأحيان حتى وانت بايع تضطر أنك تدفع عمولة، لأن العمولة على المبالغ الصغيرة عالية. فلذلك ما أفضل أن يكون المبلغ صغير، يفضل أن يكون مثلا 3000 4000 5000 هالحبوة هذه، يعني أساس أن أقدر أنا
تبين معاي الأرباح بشكل أفضل. تمام، نسبة خطورة البورصة في كل عمل في كل استثمار في نسبة خطورة. صحيح. لكن هل نسبة الخطورة مرتفعة في بورصة الكويت؟ إذا حطينا تسلسل المخاطر في الودائع، قبل الودائع الفلوس حطيتها أنت بدون أي شيء، حاطها بحسابك عليها مخاطر يسمونها مخاطر تقادم العملة، بمعنى التضخم. بمعنى أنت اليوم تروح الجمعية تشتري بضاعة معينة بالعشر دنانير، بعد فترة بالعشر دنانير تزيد 11-12 دينار نفس البضاعة، فال12 دينار هذا الدينارين الفرق يسمونها تقليل من العملة. هذه مخاطرها أقل شيء في 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 الأدوات الاستثمارية، أنت تضع فقط النقد، هذا يعتبر أداة استثمارية، فلذلك هذا أقل مخاطر. المخاطر الأعلى شوية الوديعة، تعتمد على النظام العام المصرفي للدولة، يعتمد على الدولة ومتانتها الائتمانية وجدارتها وكثير من الأمور، لكن عادة تكون العوائد قليلة لكن المخاطر أيضا قليلة. المخاطر اللي بعدها مخاطر العقارية، أنا أحاول أني أقرب أدوات معينة أكثر شيوعا، في أدوات بالنص كثيرة بس عشان وقت البرنامج الأبرز منها العقارية، أنك أنت تشتري عقار معين فبالتالي الإيراد أيضا أقل من إيراد الأسهم، تجارة التداول في الأسهم، لكن يبقى أن المخاطر يعني أقل والمخاطر أعلى من مخاطر الودائع. يأتي بعد ذلك مخاطر التداول في الأسهم المحلية أعلى من مخاطر العقار، بعد ذلك مخاطر التداول في العملات، مخاطر التداول في الفوركس الأسهم العالمية أعلى من مخاطر التداول في البورصة المحلية. تمام. الآن شخص يشاهدنا الآن وقرر أن يدخل بورصة دولة الكويت، لازم يقدر يدخل ويتداول شخصيا ولا لازم شركة سمسرة؟ لا لا، هو لازم عن طريق شركة وساطة يحط الأوامر يبيع ويشتري، لكن بحكم القانون ما تقدر شركة الوساطة تقول له اشتر هذا السهم أو بيع هذا السهم، ما في أي إجبار، ولا في إجبار أنه لازم والله أنا أحط فلوسي في صندوق يدير لي هذه الأموال، أو في محفظة شركة استثمار تدير لي هذه الأموال. عادة المحافظ وشركات الاستثمار والصناديق للأموال الكبيرة اللي يحبون يكون مخاطرها أقل. مخاطر الصناديق والمحافظ هي ما بين العقار وما بين الاستثمار المباشر في البورصة، فبالتالي تكون أقل من مخاطر الاستثمار المباشر وأعلى من مخاطر العقار. يبقى أنه هو لما يقرر أنه يبي يشتري، طريقة العمل الشراء يعمل تحويل، يقرر أول شيء يختار شركة الوساطة، يعمل معاها عقد تعامل، عقد تداول، يسمى عقد تداول موحد، قررته هيئة أسواق المال لل 12 شركة وساطة، الآن كنا 14 صاروا والحين 12. يروح يوقع هذا العقد، يحدد شركة الوساطة طبعا ويوقع معها. طبعا في شركات هنا التماثل أو الاختلاف في الخدمات، في شركة مثلا تقدم عن طريق الابليكيشنز، في شركة أونلاين، في شركة مباشر، يعني بشكل تفرق خدمات متفرق. ثم يقوم بتحويل المبلغ بحسابه في البورصة، حسابه في المقاصة لدى الشركة الكويت المقاصة، يعطونا رقم حساب، وشركة الوساطة يدشش الأمر عن طريق شركة الوساطة إما مباشر أو عن طريق هو نفسه يقدر أونلاين، يضع الأمر الشراء في البورصة. عندما يتملك أسهم يستطيع أن يبيعها، ما يقدر يبيع أسهم لا يتملكها. ما عندنا لحد الآن الأداة أو أحد المشتقات الموجودة في الدول العالمية اللي هو البيع المكشوف يسمونه شورت سيل، اللي هو أن أنا أقترض أسهم وبيعها. هذه طبعا من الخدمات المتوقع أن إن شاء الله في المراحل قريب القادمة، أن يعني مو قريب جدا، يعني أتوقع أن بس هي تجربة مجربة موجودة. نعم موجودة، وفي خطة الإخوان في الهيئة وشركة البورصة وشركات الوساطة أنها تكون موجودة. تمام. أنا كمتداول صغير أو أحد المتداولين الجدد، شنو حقوقي بداية؟ نعم، سؤال جميل، بأن أنت لازم تعرف أن مهما كانت عدد أسهمك لك الحق أنك أنت تروح في الجمعية العمومية بدام أنك أنت أحد المساهمين، وتضع أي سؤال منطقي وفق البيانات المالية، وفق التقرير الإداري والمالي اللي هو مقترح من مجلس الإدارة. تمام. وتسأل مجلس الإدارة أنه هو قاعد يتصرف في فلوسك في استثماراتك، تسأله ما بدالك، حتى وإن كان أكبر شركة أو بنك وأنت عندك أسهم قليلة، هذا لا يعفي
انك انت لازم تسال. وهذه من الامور الوايد مهمه. كثير من الناس يتحلطم يقول والله هذه الشركه الجماعه مجلس الاداره عملوا وفعلوا. لا، تقول له زين هالكلام هذا جميل، عندك انت مقدره انك انت تناقش، روح ناقشهم في الجمعيه العموميه. ما يروح. ليش يعني مهم انه يناقش؟ لربما هو عنده معلومه خطا، ربما يصلح له مجلس الاداره يقول له لا احنا والله دشينا هذا المشروع، حصلنا ايراد، والله خسرنا بسبب كذا. يسمع الجواب من اصحاب الشان مباشره. اذا ما اقتنع ووجد ان في مثلا في شيء ضر مصلحته، في اللجوء الى القضاء، هذا اخر مراحل التقاضي على ما يقولون. لكن المساله الاساسيه في حفظ حقوقي معرفه ان انا مساهم في الشركه. واخر واحد اذا لا سمح الله صارت مشكله للشركه وصار فيها تصفيه، اخر واحد يردوا لي فلوسي. اول شيء الموظفين، بعدين الغير يعطونهم فلوسهم، بعدين انا يقولوا لي تفضل هذا باجي فلوسك. ولذلك المساهم مشارك في استثمار الشركة، مساهم في رأس مال الشركة، ويرجع لعائد في حال ما أفلست الشركة أو أغلقت. يعتمد على أرقام معينة في التصفية، هذه إجراءات طويلة تأخذ بعض الأحيان سنة أو سنتين على حسب الشركة وحسب تعقيد الهيكل الإداري المالي. تمام. هل صحيح، يمكن قبل شوي ذكرت التداول في العملات الأجنبية، هل صحيح كل ما زادت الخطورة كل ما زاد الربح؟ صحيح، هذه النظرية موجودة في عالم الاستثمار. هي نظرية من الصوبين، كلما زاد الربح زادت المخاطر، أو كلما زادت المخاطر زاد الربح. بمعنى احنا قبل شوي ذكرنا التسلسل في المخاطر، وذكرنا أيضا العائد. انت اليوم لما تحط فلوسك وديعة المخاطر يعني قليلة، لكن الربح أحسن بنك يمكن يعطيك 2.5%، لكن انت 2.5% يمكن يوم واحد طلعها، هذه بسنة، هذا يمكن بيوم واحد طلعها في البورصة، او ما نقول يمكن يوم او يومين مثلا، او خلال فتره بسيطه اقل من سنه تحديدا. فلذلك العائد عالي، لكن هني المخاطر اقل، انت فلوسك مضمونه موجوده، هني مو مضمون انه يرتفع السهم. فهذه المخاطر وعلاقتها في العائد. تمام. في كل مكان سد في اعراف معينه، شنو اعراف بورصه دوله الكويت حق الجديد عليها؟ اعراف البورصه تحديدا شنو؟ حقيقة يمكن العرف السائد أهم شيء في العرف السائد، أن أنا لما أجي أدخل أبي أستثمر في البورصة في مجموعة عوامل لازم أعرفها أفهمها تلعب دور أساسي. معروف مثلا السوق الكويتي أو البورصة الكويتية تتأثر بالسلب أكثر من الإيجاب، فبالتالي أنا لازم أعرف أن قابل استثماري للخسارة أكثر من الربح، وأتوقع الخسارة قبل الربح. حلو. وأكون متحفظ في استثماري. فذلك يمكن قبل شوي قلنا إحنا أفضل طريقة، طبعا في استراتيجية اسمها استراتيجية وقف الخسائر. تمام. وفي استراتيجية جني الأرباح. هذه من الأعراف اللي هي منسية في السوق، سواء عندنا في البورصة عندنا في الكويت يعني، أو ناسيها؟ كثير نعم منسية أو يتم تناسيها، وهو خطأ. وهذا الفرق بين الشركات الاستثمار والمحافظ الاستثمارية المحترفة والمحافظ الفردية. يجب على المستثمر أن يعرف تماما متى يقف ويحقق، قبل شوي قلنا عشق السهم ممنوع، يحقق خسارة ويقول خلاص هذه الخسارة المقبولة، يحط له 5% 10% حد أقصى ويبيع خلاص، لا ينتظر السهم يرجع. ودائما يقول والله راح يرجع السوق. فالعرف السائد أنه راح يرجع السهم، هذا العرف الخاطئ اللي موجود عندنا في البورصة وبشكل كبير حقيقة. أما يعني عملية دراسة أوضاع السوق بشكل عام من خلال ربط القيمة المتداولة، وين راح رايحة هذه القيمة مع المؤشرات، أيضا من الأعراف المهمة جدا وواضحة وسهلة، وتقدر تقرأ السوق الكويتي من خلالها. في ناس وايد ما عندهم هالزاوية، أو يعني يمكن ما ينتبهون حق هذه الزاوية. تمام. أستاذ ميثم، أخيرا يعني أنا شخصيا في صورة نمطية ببالي كل ما أشوف لقطات عن بورصة دولة الكويت أشوف يعني المستثمرين الموجودين كلها ضايق خلقهم. فعلى بلاطة والسؤال الأخير، بورصة دولة الكويت فيها ربح وكل عيش ولا ما فيها ربح وخسارة وعوار راس فقط؟ سؤال أيضا مهم، أن في ناس وايد صار لهم سنين قاعد يتداولون، وبعد يمكن بداية السنة رجعوا بعد ما ارتفعت قيمة التداولة وصلت 97 مليون، ناس صار لهم متوقفين عن التداول سنين رجعوا مرة ثانية.
لولا وجود الأرباح ما شفناهم مارد. ولولا وجود إمكانية الأرباح، هي أفضل بعد من وجود الأرباح، إمكانية الأرباح وإمكانية الخسائر هي الاحتمالية اللي أنت تعتمد عليها في استثمارك في أي استثمار والتجارة بشكل عام. الاستثمار في الأوراق المالية في الأسهم مبني على أساس أنك أنت حتعتقد أنك أنت راح تحقق أرباح، وبالفعل استمراريتك مرتبطة بقناعتك على أرض الواقع أنك أنت حققت أرباح. يبقى أن أنت عندك شيء يعني كثير من الناس تلمسته، يحقق ربح مرة مرتين ثلاث ما يتكلم، لكن يحقق خسارة كل القاعة يدرون عنها، وحتى برا القاعة والدوانية والبيت، ويروح حتى يمكن السائق مال جيرانهم يعرف. فهو دائما يتكلم عن الخسارة فيعطي انطباع للمجتمع أن هذا المكان مكان خسارة مو مكان ربح. فلذلك يعني دائما يعني شوف عينك ولا تصدق أذنك، شوف الأوراق قل لها خلني أشوف محفظتك بالفعل أنت وين قاعد تسوي وشنو سبب الخسارة إذا كان في خسارة، وين الربح؟ مستحيل ما في ربح. في ناس حققوا خسارة، لما طلعت أنا كشوفي يوم كنت أنا في شركة وساطة كنت أطلع على حساباتهم في أيام عندهم ربح كبير، خسروا الربح ودشوا في الخسارة لأن هو حب ياخذ هذه المخاطر غامر ودش بالخسارة. ساك القوة أمانة أستاذ ميثم الشخص محلل مالي في سوق الكويت أوراق المالية، شكرا على تلبية الدعوة حضورك معنا في الاستديو. أمانة أثريت الموضوع بشكل أو بآخر، يمكن أنا ما عندي ذيك الخلفية الكافية الاقتصادية لكن الموضوع كان مبسط وسهل، كل شكر لك. عساك القوة حياك الله. بالنهاية قد تكون ترغب في دخول هذا المجال، لكل مجال مثل ما ذكر أستاذ ميثم هناك أصول، هناك أسس معينة يجب الالتزام فيها، لا تدخل مني الطريق هو ما هي مجرد هواية أدخلها ومارس فيها تداول فلوس وإذا خسرت أقول والله بورصة الكويت هي الغلط. تأكد أولا وآخرا أن الرازق سبحانه في السماء.